نقدر نقول عليه سلطة تنفيذية في المكان ده. ومن التعليمات الإلهية بر الوالدين والإحسان لليتامى والمساكين. وده اللي عمله العبد الصالح، أحسن لمساكين بيشتغلوا في البحر لما ساعدهم يحتفظوا بسفينتهم من الملك الظالم، وأحسن للوالدين المستضعفين لما خلصهم من طغيان وبطش وكفر ابنهم، وأحسن لليتامى وده حصل بإقامة الجدار حتى يفضل كنزهم مستخبي لحد ما يكبروا ويطلعوه. إحنا من بعيد بنستنكر قتل الغلام، لكن العبد الصالح برر ده بأنه بيطغى على أبويه وخاف عليهم يرهقهم بكفره. وفي بعض القوانين القديمة كانت عقوبة عقوق الوالدين إعدام. أسلوب سرد القصص في القرآن بيركز على أحداث القصة الحقيقية وبيسيب بعض التفاصيل الغير مهمة لعقل القارئ يربطها أو يبحثها في التاريخ أو يستدل عليها من السياق. ولو ما قدرش فيكفيه العبرة الموجودة في اللي اتقال من أحداث، ولا يترتب على القصص استنباط أي تشريع أو فرض السياق على أزمنة تانية بحجة إنها حصلت مع أنبياء ولما نكررها هتحصل البركة. وغياب تفاصيل القصص عننا مش معناها إنها غيب مطلق. والقرآن ما تطرقش للكيفية اللي علم بيها العبد الصالح المعلومات عن الملك الظالم اللي بياخد السفن، أو عن طغيان الغلام، أو عن وجود كنز تحت الجدار وإنه الغلامين يتيمين. وده مش معناه إن العبد تلقى وحي بالأمور دي. ليس في علم الشريعة كلها أن تقتل غلاما لعلمك بأنه سيكون كافرا وما فعلته عن أمري. من هنا استنبط العلماء أن العبد الصالح سيدنا الخضر هو نبي، لأن خواطر الأولياء ليست معصومة. خواطر الأولياء ليست معصومة. لا بد من أن الله أوحى إليه أن يقتل هذا الغلام. لا يمكن أن يقبل قتل بخاطر. الولي يأتيه خاطر، أما النبي يأتيه الوحي. فقتل نفس زكية لا يمكن أن يكون بخاطر من ولي، لا بد من أن يكون وحيا من نبي. هذا يؤكد أن سيدنا الخضر نبي من عند الله. شو منات لدنا؟ أنت عاد أقول لك ماذا لديك؟ يعني شو عندك هلا؟ علمناه من لدنا علما، أي أنه في اللحظة الراهنة بالمنطقة اللي كان فيها العبد الصالح أعطيناه كشف أنه لشوف هذا اللي صاير هلا. ما هذا العلم لدنا؟ يعني أطلعه الله على غيب جزئي؟ على غيب جزئي بالمنطقة اللي هو موجود فيها مما لديه. يعني هو مثل ما أنت لله المسألة، على أنه واحد عنده الكاميرات تبع دمشق الله أو تبع بيروت الله، رحت لعنده قلت له فرجيني شو فيه هلا أحداك، قام قال لك هذا فيها هلا هيك، كلها موجودة قدامه، عطاياها بس، يعني ما عطاها للمستقبل شيء ولا للماضي، عطيه إنه الآن. نعم.